اهلا بيكو معنا النهارده مع حلقه جديده هنكمل فيها باقي احداث مسلسل دكتور شوكولاته بعد ما حيت يوي اتكشفت لأوكوزومي وكتبت عنها مقاله علشان تعرف الناس كلها ان دكتور شوكولاته اللي انقذ الناس من الموت وكان افضل جراح يبقى طفله صغيره عندها 10 سنين. اخذت المقال وراحت بيه نودا وسالته ان كان عنده مانع في نشر المقال ولا لا. وقتها نودا بص لها وهو بيضحك وقال لها انه كان فاكر نفسه غبي بس طلعت هي اغبى منه. هددها علشان ما تنشرش المقاله وفي الاخر قال لها انها لو استنت للنهايه هتعرف حقيقه التانيه وهيبقى المقال بتاعها كامل. تاني يوم بنشوف يوي وهي خارجه من المدرسه راحت زارت ديجاو في المكان اللي بيوزع فيه الوجبات المجانيه وقعدت معاه وقالت له انه شخص طيب ودايما بيعمل اعمال تطوعيه. فجاه عدى شخص مشرد اول ما شافه ديجاو هجم عليه وكان عايز يضربه لحد ما شاف وشه فاعتذر له وقال له انه كان فاكره شخص تاني وسابه ومشي. راحت يوي وسالته ايه اللي حصل. قال لها انه بيدور على شخص من المتشردين علشان ينتقم منه وهو ده السبب اللي مخليه يعمل الاعمال التطوعيه، يعني هو مش انسان طيب زي ما هي فاكره وسابها ومشي. لما رجعت لنودا وحكت له على اللي حصل وقالت له ان في سر وراء ديجاو، تاني يوم عملت اجتماع لكل الفريق وبدات تسالهم اسئله شخصيه تخلي ديجاو يقول لها ان كانوا بيكذبوا عليها ولا لا. لحد ما جت دور عليه وسألته عن أخوه شان اللي اختفى من 5 سنين، سألته ليه عايز يضربه، طلبت منه يتكلم بصراحة، قال لها إن أخوه ده شخص أناني، ظهر فجأة في اليابان وعمل شركة وبعد 5 سنين اختفى ووراه ديون كتيرة، حتى يوم جنازة والدهم ما ظهرش، ففكروا إنه مات وانتحر بسبب الديون اللي عليه، لكن شخص شافه وبلغ ديجاو، ومن يومها هو بيدور عليه علشان يضربه لأنه سابه لوحده، قالوا له إنهم مستعدين يساعدوه ويدوروا معاه، لكن رفض وقال لهم إن دي مشكلته هو وبس وسابهم ومشي. فكرت يوي لو والدها هو اللي في الموقف ده هيتصرف ازاي، وخرجت راحت قابلت نودا وأوكوزومي في مطعم قريب منهم. قبل اي حاجة طلب نودا من أوكوزومي انها تسمعها التسجيل اللي سجلوه لوالدة الولد اللي عملوا له عملية زراعة الكبد لانهم راحوا زاروها بعد ما عرفوا ان عندها نفس الوشم اللي على شكل الحمض النووي. عرفوا انه اسمها ستريت، ولما سألوها عن سويري قالت لهم انها ما تعرفوش لكن عارفة انه عضو في منظمة ميجوي وانه كان صديق مقرب لممثل كبير. لما قالت لهم على اسمه قرر نودا انه يروح يزوره، وبعد ما يوي سمعت التسجيل بالكامل قالت لنودا انها محتاجة مساعدته في حاجة تخص ديجاو. نودا ما كانش حابب يتدخل في مشاكل اكتر من كده. تاني يوم قابل أوكوزومي وعرفته عنوان الممثل وحطت له جهاز تعقب من غير ما يشوفها. هو طارد الممثل وشافه ووقف في الطريق وقابل بنت فصورها نودا وبعت الصورة لأوكوزومي وسألها ان كانت تعرفها. قالت له انها ممثلة مشهورة واسمها هاياما، وفضل ماشي وراهم لحد ما وصلوا النفق. كان هيعمل فيه حادثة بس لحق نفسه في اخر لحظة. هما ما عرفوش يعملوا كده وعملوا حادثة كبيرة اتصابت فيها هاياما. نزل نودا قال له انه هينقذهم هما الاتنين وقال له على التلات شروط بتوع دكتور شوكولاتة، وزاد عليهم شرط تاني وهو انه يكلموا عن ميساما. وافق الممثل وبعدها على طول هو كمان بدأ ينزف وفقد وعيه. اتصل نودا فريق طبي ويوي وخلاهم يروحوا له على طول ومعاهم ادواتهم. بدأ هناك يعملوا أشعة وتحاليل وبدأت يوي في الإسعافات الأولية وعرفت إنهم الاتنين محتاجين لعمليات فورا. حولوا الشارع لأوضة عمليات ومسؤول عن عملية هياما وهي كانت مسؤولة عن عملية الممثل. كان نودا متوتر جدا وخايف وقال إن لو عمل العملية دي هيقتلها. قالت يوي إن هي اللي هتعمل العمليتين بس لو سابت الممثل هيموت فورا. بدأت تفكر في طريقة تخليها تقدر تنقذ الاتنين ومحدش منهم يخسر حياته. بعد كده قامت فتحت مجرى التنفس للممثل لسه نودا هيلبس الجاكيت بتاعه وشاف الجهاز اللي أوكوزومي حطه له في جيبه من غير ما يشوفه وخلى الكل يركب العربيه ويتحرك وركب هو عربيته. كان عندهم فضول يعرفوا ايه اللي حصل في ماضي نودا خلاه يخاف من عمليه بسيطه زي دي. يوي رفضت تقول لهم ورجعوا كلهم على المكان السري بتاعهم. بعد شويه رجع لهم نودا وفي ايده الفلوس والشوكولاته وعرف ديجاو مكان اخوه اخده لهناك. قرب ديجاو من اخوه قال له ان والدهم مات وكان عايز يضربه بس ما قدرش يعمل كده واتصالح معاه. سابهم نودا وراح قابل أوكوزومي وادالها الجهاز اللي كانت حطه له. اعتذرت له وقالت له انها كانت عايزه تعرف معلومات اكتر عنه. قال لها انه يقول لها كل حاجه وانه مجرد شخص ملوش قيمه مع رخصه الطبيب. تعاطفت معاه جدا وغيرت الموضوع وقالت له انها هتروح تقابل الممثل معاه علشان يعرفوا ميساو. فعلا راحت معاه بس استنته بره. قال الممثل لنودا ان ميساو يبقى ظابط ودي الحاجه الوحيده اللي يعرفها عنه. راح نودا وقف قدام قسم الشرطه وبدا يفكر مين اللي ممكن يكون الظابط المجرم. كانش يعرف ان الرائد روني من ضمن ميجومي وهي اللي اتصلت بسويري وطلبت منه يجهز الخطه المتفقين عليها. دخل الاوضه مليانه بالمتفجرات علشان يفعلها. كان نودا لسه بيفكر وطلب من أوكوزومي انها توصله بالمحقق صديقها لان اكيد ميساو هو اللي قبض على سويري وهو اللي خرجه. بعدها راح نودا لباقي الفريق الطبي علشان جات لهم حالة جديدة لشخص عنده 47 سنة بيشتغل في التجارة وعنده مشكلة في الكبد. وبدل ما يركزوا على مشكلته الصحية قعدوا يحسبوا ممكن يكون بيكسب قد ايه وبيشتغل ايه جنب التجارة. واول ما سينسي شاف صورته عارف انه ممثل كوميدي بيشتغل في نفس الاستوديو اللي هو فيه.
ولاحظ ان يومي مش بتتكلم وسرحانة طول الوقت، فسألوها بتفكر في ايه. خبت عليهم الحقيقة وهي انها مشغولة لان زوجة الطبيب كتاب ورحت لها بعد المدرسة، وقالت لها انهم عايزين يكونوا المسؤولين عنها علشان ما تعرضش لاي مخاطر تانية. لما طلبوا من ندى كده رفض، بس هي الوحيدة اللي تقدر تقرر ان كانت عايزاهم ولا لا. وطبعا يومي ما قالتش كل الكلام ده، وقالت لهم انها قلقانة على اصحابها لانهم الاتنين بيحبوا ولد واحد. كانت توصف باصحابها جيلبرت وناجي. لما لاحظت انهم معجبين بديجاو بس ما قالتش كده، لكن جيلبرت فهمت فسابتهم وقامت. الحقيقه انها كانت بتدور على الاهتمام مع اي حد، وبعد ما رجعت بيتها وصلت لها رساله من شخص بيقول لها انه عايز يقابلها. راحت قابلته وهي قاعده معاه، كان كل همها انه يقول لها كلام لطيف. رمد قالت في ملامحه عرفت انه سويري، وقالت له ان هو اللي قتل عيله يوي وهتبلغ عنه الشرطه. قال لها انه خرج براءه لانه مش مجرم، وان منظمه مجومي كل هدفها انها تحقق العداله النفسيه للكل. في الوقت ده كان نودا مع اجزومي بيقابلوا صديقها، واول ما المحقق شافه اتعرف عليه وفتح معاه موضوع الانفجار اللي حصل. قال لهم ان في حد في الشرطه بيحاول ان يتستر على سويري بس ما يعرفش هو مين. لما سالته اجزومي ان كان مشترك في الموضوع ده، قال لها انه لو كان مشترك ما كانش زمانه قاعد معاهم وبيتكلم كده. قامت مشيت هي ونودا، والمحقق كمان قام، بس قعد في الترابيزه اللي وراه واللي كان فيها الرائد روني. بنعرف بقى ان هي اللي كانت متفقه معاه انه يقول الكلام ده، وسالها عن معنى الوشم اللي على ايدها. اما نودا فراح قابل كتاو لانه اتصل بيه وقال له ان في حاجه مهمه تخص يوي. فعلا لما وصل قالت له زوجة كيتاو انها راحت قابلت يوي وعرضت عليها انها تبقى معاهم وسابتها تفكر. وبعد شويه بعتت لها يوي رساله وقالت لها هيبقى افضل للكل لو اعتنوا بيها، وفضلت برضه مع نودا. معنى كلامها انها محتاجه اهتمامهم، وطلبوا من نودا انه يفكر في الموضوع مره تانيه. تاني يوم من بدري صحيت يوي علشان تروح الرحله الميدانيه بتاعتها، لكن الاول عدت على جيلبرت واتكلمت معاها. حست انها متضايقه، مجرد ما مشيت راحت جيلبرت قابلت سويري وقال لها انه ما اذاش يوي، ومع ذلك عايز يعتذر لها. سألها عن مكانها لحد ما قالت له على مكان الرحلة الميدانية اللي هي فيها. كان مساعد كتاو الطبيب بنزو قاعد جنبهم وسمع كل حاجة، واتصل بروني وبلغها. فاتصلت هي بسويري وطلبت منه انه يروح ليوي ويقضي عليها. كمان جيلبرت شافت ان سويري كلامه مش منطقي وانه شخص ما ينفعش حد يثق فيه. كانت عايزة تتصل بيوي بس يوي كان تليفونها مشغول لانها كانت بتكلم نودا، لان مكان الرحلة بتاعتها كان في مصنع المريض اللي المفروض انها تعمل له العملية. لما شافته بيتألم راحت وراه واعترفت له انها دكتور شوكولاته، وطبعا ما كانش مصدقها ولا انها مجرد طفله. وبتكلم معاه حالته سيئه جدا وهي على الارض قاعده جنبه تعمل الاسعافات على بال ما فريق الطب يوصل. بس الحقيقه ان جيلبرت ما انضمتش ليهم، وده لانها فضلت مراقبه سويري لحد ما عرفت المكان اللي راح له عند المصنع اللي فيه الرحله. لقيت جوه قنابل متفجرات، فاتصلت بنودا وقالت له جومي انهم ناويين يعملوا عمليه ارهابيه عند المصنع. جري على هناك هو وجزومي واتصلوا بالشرطه. وبعد شويه لقوا سويري ظهر، فضل نودا يطارده لحد ما وصل له. طلع سويري جهاز التحكم في المتفجرات وكان عايز يدوس عليه. كانت اجزومي استخدمت طفايه الحريق علشان تمنعه، فعلا نجحت ووقع منه الجهاز بتاع التحكم. اخذ نودا وقعد جنب اجزومي علشان يطمن عليها بعد ما سويري وقعها في الارض وحط منديل على مكان جرحها وطمنها بانه بسيط خالص. اما جيلبرت فجريت على يوي وباقي الفريق وكانت عماله تعيط ومش فاهمين منها حاجه، وطلبوا منها تركز في العمليه معاهم وبس. بعد ما خلصوا وطمنوا على المريض حكت لهم على الانفجار وهي مرعوبه، لكن نودا اتصل بيهم وطمنهم. جريت يوي وقفت وسط زمايلها ورجعت معاهم على المدرسه بعد ما الرحله الميدانيه خلصت. وبعدها رجعوا كلهم على المقر السري بتاعهم، وفضلت جيلبرت تعيط وتقول انها طول عمرها انسانه عديمه الفايده وبتجيب المشاكل لكل اللي حواليها. قالوا لها كلهم ان مفيش اي مشاكل وانهم بيحبوها وهيكونوا مبسوطين جدا لو اعتبرتهم جزء من عيلتها. طلع نودا شنطه الفلوس ووزعها على الكل وادى ليوي الشوكولاته بتاعتها. اتصل بيه كيتاو وقال له ان في حالات كتيره محتاجه للعلاج ولازم ينضم لهم. كان نودا مش فاهم ليه ظهرت الحالات دي مره واحده. طلب منه كيتاو ان يفتح التلفزيون بسرعه وخبر انفجار مصنع دوزو، يعني المبنى اللي كانوا فيه انفجر، بس بعد ما مشوا على طول. ارشا اتصل بيه كيتاو وقال له انه من ضمن الجرحى والمصابين هو المساعد بتاعه بنزو، وعارف انه كان بيدور عليه. قفل نودا معاه وقال للفريق الطبي ان المريض اللي عايزين يعالجوه هو واحد من المتورطين في قتل الطبيب تيراشيما، ومحتاج انه يعالجه عشان كده هيكون هو العميل وهو اللي هيدفع لهم المكافآت. قال جيلبرت انه واحد من ميجومي ومحدش كان فاهم وبيتكلموا عن ايه ومعنى الكلام ده ايه. شرح لهم نودا كل حاجة بهدوء وقال لهم انها منظمة بتهم اعضاءها انها بتساعدهم وبتحقق العدالة في العالم كله وبتنقذهم من الظلم، وفي ناس بيقتنعوا بالكلام ده وبينضم لهم، واكيد وهمهم بان الطبيب تيراشيما واحد من الاشرار وعلشان كده قضوا عليه. بعد ما عرفوا كل حاجة نبهوا لو خرجوا من المستشفى وجابوه المكان هنا تعرف منظمة ميجوي مكانهم السري وده هيبقى خطر عليهم. لكن سينسي قال لهم انه مش هيساعده حتى لو هياخد 10 مليون لوحده، وكانت نودا ويوي عارفين السبب، وان خطيبته اتصابت في عملية ارهابية ومن وقتها وهي حزينة، ولو ساعد الارهاب هيبقى كأنه بيخونها.
اقتنعت يوي بكلامه وطلبت منه يفضل معاها لحد العملية فوافق. وكان نودا والباقيين في المستشفى بيهربوا بينزو، أما يوي فكان مع سينسي في مدينة الملاهي، ومهما لعبت أو عملت حاجة ما كانتش بتبتسم أبدا. ولما سألها عن السبب قالت له إنها بتحاول تفهم شعور خطيبته، وقالت له إنه ممكن يضحكها بس بشكل مختلف. قبل ما تكمل كلامها كانت أوكزومي وصلت وطلبت منها تحكي لها كل حاجة عن نودا، خصوصا إنه قال لها إنه قتل حد قبل كده وهي عايزة تعرف منها التفاصيل. ما كانتش يوي عايزة تحكي لها حاجة، بس أوكزومي ترجتها وعادتها إنها مش هتكتب حاجة عن اللي هتقوله ولا كمان عن الدكتور شوكولاتة. كل اهتمامها إنها تعرف معلومات أكتر عن نودا، لأن القضية اللي حصلت من سنتين قربت تتحل، وهي متأكدة إن لو ده حصل نودا هيختفي. برضه رفضت إنها تتكلم وقالت لها إنه واضح جدا إنه مر بوقت صعب زي ما عدى عليها، كمان أصعب وقت في حياتها. ما كانتش بتضحك أبدا، لكن وجود نودا جنبها خلاها تطمن وتضحك من جديد. قالت أو رحب بيها على مكانهم السري علشان عملية بنزو، وخلتها كمان تتفرج على العملية. نودا صمم إنه يخرج أوكزومي وقال لها إنها بتخدع بنت صغيرة وهتورطها في مشاكل كبيرة. قالت له إنها ما تصدقش أي حاجة وحشة، وكل اللي عايزة تعرفه دلوقتي هو قتل مين، وأكدت له إنها تفضل جنبه مهما حصل. حكى لها إنها قبل سنتين بعد ما هرب من اليابان مع يوي وأول ما وصلوه لسنغافورة اتخبطت بنت بعربية، والبنت كانت بتعاني من إصابات كبيرة فأخدها على بيته بدل المستشفى لأن كان في عاصفة قوية. البنت كانت في نفس عمر يوي فما قدرش يسيبها تتألم وتتعذب، وكان هو الطبيب الوحيد الموجود في المكان، فما كانش قدامه حل تاني غير انه يحاول ينقذها بنفسه. وبيفتح فتحة علشان مجرى التنفس قطع شريانه وما قدرش يوقف النزيف، وماتت البنت بين ايديه. يوي وصلت وقالت له ان لسه في امل، وقدرت فعلا انها تنقذ البنت مع ان كان عمرها لسه 8 سنين. وتفهم انه لازم يستسلم وان رخصة الطبيب اللي معاه ملهاش اي قيمة لانه خلاص ما بقاش طبيب حقيقي. البنت اللي انقذوها دي كان بنت رجل اعمال كبير وغني جدا، فادالهم مكافأة 100 مليون وشكرهم كمان، ودي كانت بداية يوي بانها تبقى دكتور شوكولاتة. قالت له أوكزومي انها معاه وهتفضل جنبه مش هتسيبه ابدا، بس لازم ما يستسلمش ويرجع يمسك مشرط من تاني علشان يبقى افضل جراح زي دكتور تيراشيما. فجأة لأوسويري ظهر قدامهم وفي ايده مسدس، وقف نودا قدامه وسأله لحد امتى هيقتل الناس الابرية وفاكر نفسه بيعمل الصح. في اللحظة دي وصلت الرئيسة الرابعة موموسي ورجالتها المسلحين، وقالت له انها مش هتسمح له ابدا انه يأذي يوي. مش سويري وهرب وشكر نودا موموسي انها استجابت لمكالمته وجت علشان تساعده. في اللحظة دي كانت يوي خلصت العملية واخدت بنزو الفندق علشان يفضلوا جنبه لحد ما يفوق ويعرفوا اجابة السؤال اللي عايزين يعرفوه. فعلا اول ما فاق سألوه ان كان هو اللي قتل تيراشيما يوم الحفلة التنكرية اللي كانت في بيته، رد عليه وقال له انه هيفضل يحارب علشان العدالة. قال له نودا انه كل الكلام الفارغ ده مش مهم دلوقتي، وسأله سؤال مباشر ان كان مفاوض ماشينو يبقى ميساو. وبرضه بنزو مرضاش يرد. وقفت يوي قدامه وقالت له ان قتل الناس وتدمير حياتهم من غير سبب عمره ما يحقق العدالة ابدا. خرج نودا بلغ أوكزومي والمحقق اللي حصل. قبل ما تمشي قال لها نودا انه عايز يعرف كل حاجة عنها. بعد اخد يوي ورجع للمكان السري كان معاه الفلوس اللي هيوزعها على الفريق، لكن محدش منهم وافق انه ياخد الفلوس، بس اعتذروا على انهم يكملوا الشغل معاهم وقالوا ان الموضوع بقى صعب جدا وخطر ومحدش عنده استعداد انه يضحي بحياته. وريتهم كمان جيلبرت مقال منشور في الصحيفة بكشف هوية دكتور شوكولاتة الحقيقية وهي يوي، وسابتهم هي كمان ومشت. وفنودا مش فاهم ازاي أوكزومي تخدعهم بالشكل ده. وبعد ثواني سمع صوت سرينة الشرطة، فأخد نودا يوي وهرب بيها بسرعة وداها لبيت الطبيب كتاو وقال لها ان بقى خطر عليهم دلوقتي انهم يكونوا مع بعض. فضلت تعيط وتقول انها مش عايزة تسيبه، بس حضنها وطلب منها تعيش حياة طبيعية وسابها وخرج، وكمان بيعيط لانه ما كانش حابب يبعد عنها بالشكل ده. حاول ان يتصل بأوكزومي علشان يعرف منها ازاي تكذب عليهم بالشكل ده والمصلحة مين، بس ما كانتش بترد لان تليفونها كان على مكتبها. اتكلم مع زميل ليها هو اللي نشر المقال، طلبت منه انه يمسح كل الكلام المكتوب عن دكتور شوكولاتة لكن رفض وقال لها ان رئيس التحرير وافق على المقال خلاص، واي محاولة منها علشان تعمل مشاكل هتطرد. وبنشوف كمان الرائد روني وهي بتتكلم مع المفاوض ماشينو اللي طلع هو كمان من ضمن تنظيم ميجومي، وقال لهم ان لازم يقبضوا على الطفلة يوي. الوقت ده كانت يوي حزينة جدا في بيت كتاو، حتى لما قدموا لها كيك الشوكولاتة اللي بتحبه كانت بتاكله من غير نفس، وطول الوقت بتتفرج على فيديوهات نودا علشان تقدر تبتسم وتسأل نفسها يا ترى هو فين. الحقيقة ان نودا كان بيحاول يخلصها من المشاكل، فاتصل بالمفاوض ماشينو وقال له ان الدكتور شوكولاتة وانه عارف كويس انه يبقى ميساو. صدم ماشينو ومعرفش يتكلم، وقبل ما نودا يقفل معاه الخط قال له انه مستني مكالمته وقت ما يكون جاهز للكلام. اما يوي فاتصلت بيها شوي علشان تقابلها، فرحت يوي وخرجت لها على طول، وكانت اشوي جايبه معاها علبه شوكولاته قدمتها لها. حكت لها يوي انها هتنقل المدرسه دي ودي حاجه مضايقاها لانها تبعد عن اصدقائها اللي بتحبهم.
اترجتها شوي انها تعمل جراحة لشخص تبعها مقابل كل الشروط اللي تطلبها، وانها كمان حضرت لها 100 مليون اللي بتاخدهم. راحت معها يويو ولقيتها وديتها عند واحدة حامل وعندها سرطان وحالتها متأخرة جدا لدرجة انها ما كانتش بتقدر حتى تقعد، وكان كل همها انها تنقذ ابنها مش مهم حياتها ابدا. وافقت يويو وخرجت هي وشوي وسألتهم تعرفهم منين. قالت لها انها كانت قاعدة عند البحر وهم عدوا بالصدفة، وقعت المريضة في الارض من كتر التعب فما حبتش تسيبهم لوحدهم، وبقالها 3 ايام بترعاها وقررت انها تساعدها. جمع كل الفريق الطبي واخدت يوي ليهم، وكلهم اعتذروا ليوي لانهم مش حابين يقعوا في مشاكل اكتر من كده، خصوصا العيون كلها بقت عليهم. قالت لهم ان ده مش طلبها اصلا لكن طلب ايشو. شرحت لهم كمان حالة المريضة وهم بيتغدوا، وفضلت ايشو ترجعهم لحد ما وافقوا. لما سألوا عنه ده ردت عليهم يوي وقالت لهم انها مش بتشوفه لانه طلب منها تبعد عنه خالص. في الوقت ده كان قاعد مع ماشين اللي راح له المكان السري، فسألوا نودا مين هو العائل المدبر وراء حادثة تراشيما اللي حصلت من سنتين. قال له ماشين انهم عملوا كده علشان بس يخلوا العالم افضل، طلب منه ما يتدخلش في قوانين منظمة ميجومي اللي مش هتنتهي ابدا، وانه مش ميسا وان معرفته الوحيدة بتراشيما انه مسك القضية وحقق فيها، ومن وقتها اتعرف على منظمة ميجومي وبقى جزء منها. لكن بعد الحادثة دي في المنظمة كان في خطر ان اختفى ميسا ومن غير ما حد يشوفه، وعلشان يحافظ على المنظمة دي واللي ليها اهداف عظيمة قرر انه يتظاهر بانه ميسا، يعني مش هو الشخص الحقيقي اللي محتاج انه ينتقم منه. رد عليه نودا وقال انه فعلا مش الشخص اللي عايز ينتقم منه، لكن ده مش معناه انه مش هياخد عقابه في النهايه. كان سويري موجود في المكان وبيسمعهم من بعيد ومشي بسرعه قبل ما حد فيهم يشوفه. خرج نودا وراح لعائله الولد اللي انقذوه وسال والدته عن اي معلومات عن ميجومي، وعرف منها ان كان عندهم حساب قديم اسمه افتح عينيك والحساب ده اتقفل مره واحده. راح نودا لسينسي وطلب منه انه يخترق الحساب ده ويفتحه. سينسي كان رافض انه يساعده لانه كان متضايق منه بعد ما تخلى عن يوي، بس لما نودا فهمه موقفه انه بيعمل كده علشان مصلحتها وافق انه يساعده. فتح له الصفحه على الكمبيوتر بتاعه، كان فيها مقال مكتوب ان شخص بيقول ان اخته الصغيره ماتت، وصحيح ان القاتل اتسجن لكنه خرج من السجن بسرعه وبقى عايش حياته زي كان من غير ما ينقصه اي حاجه. علشان كده هو قرر ان يقتل المجرم بنفسه بعد ما قتل وحس بتحسن كبير. وكل التعليقات على المقال ده كانت ايجابيه ولصالح اللي كاتبه. وبعدها قرا اول مقال مكتوب كان بيتكلم عن جين السيليتون، وافتكر نودا انه سمع المصطلح ده من والده يوم الحادثه. كان بيقول ان الجين ده مهم جدا لتنظيم الشيخوخه وطول العمر. وصلت رساله على تليفون سينسي فساب ومشي. وبنرجع تاني للمفاوض ماشينو اللي كان شاف سويري وهو في المكان السري بتاع نودا، واستغرب انه ما قضاش على نودا وقتله. ولما راح ساله ورد على سويري وقال انه اتصدم لما عرف انه مش ميسا، وطلع مسدسه ووجهه ناحيه ماشينو. بنعرف ان الرساله اللي وصلت لسينسي وخلته يقوم بسرعه كانت من يوي اللي طلبته للعمليه بعد ما الكل وافق انه يساعد المريضه. اما نودا فراح قابل اوكزومي بعد ما اتصلت بيه وحاولت انها تبرر موقفها وتعتذر له، وقالت له ان رئيس التحرير هو اللي نشر المقال بنفسه بعد ما لقاه موجود في مكتبها. اتفاجئ باللي عمله، انها بتحب يوي جدا ولا يمكن كانت تاذيها. رد عليها وقال لها ان بسبب المقال اللي كانت كاتباه اتحرم من يوي وبقت وحيده من تاني، وكلامه ده اثر فيها اكتر وخلاها مش عارفه تمسك دموعها. قالت له انها مستعده تعمل كل حاجه علشان تساعده بيها، خلاها تروح تجيب له تاتسو ابن النائب نوبوريتو. قال له تاتسو انه عارف منه معلومات ممكن تفيده عن الحادثه اللي حصلت من سنتين، ده لو لسه مهتم يعرف مين اللي كان متورط في القضيه دي. كمل كلامه وقال له ان والده كان الاول وزير التعليم والثقافه، وكان ليه علاقه بمؤسسه بحثيه معنيه. واحدة من باحثين المؤسسة حكيت له عن منظمة نجومي وانها بتتعرض لتهديدات منهم وان افكارهم خطيرة. بعدها ماتت الباحثة في انفجار بيتها، وان عرفوا ان الهدف من التفجير ما كانش الطبيب تيراشيما لكن مراته تو. وبعد ما ساعد والده في عمليته فحكى له تاتسو عن اللي حصل ليوي، وقتها قرر انه يفتح التحقيق في اللي حصل واليوم ده اللي اتقتل فيه. بنرجع تاني ليوي اللي كانت لسه في العمليات وقررت انها تولد المريضة قبل ما تستأصل الورم. ما فتقش وتساعدها في الولادة، وافتكرت اليوم اللي ولدت فيه ابنها ريو وكبر معاها هي ووالده. كانوا عايشين مبسوطين جدا مع بعض لحد ما في يوم هما الاتنين ماتوا. حست ان حياتها وقفت لحد كده، وكانت بتحتفل بعيد ميلاد ابنها ريو كل سنة في معاده وكأنه عايش معاه. فحكت له كمان عن يوي وخبت عن الكل حقيقة اللي حصل لابنها، وفقت من ذكرياتها على صوت الولد اللي اتولد وفضلت تعيط. كل قالها ان اكيد الموضوع ده صعب عليها وانها لازم تفتكر ابنها دايما بالخير. استغربت انهم عارفين بموضوع وفاته واتظروا لها، لانهم عرفوا المعلومه من البدايه من بحث المعلم نودا وبيجمع معلومات عنهم. قالت لها يوي ان مهما شافوا من الم وحزن في النهايه برضه هيفضلوا عايشين، علشان كده لازم يبقوا اقوياء علشان يقدروا يواجهوا الالم والظروف الصعبه. طلبت من زان انه يخدر المريضه فورا علشان تعمل العمليه. تمت العمليه على خير، ووقف زوج المريضه يشكر اشيو ويوي على انقاذهم لحياه ابنه وكمان مراته. رجعت يوي لبيتها الجديد وهو بيت الطبيب كايتو. في الوقت ده كان نودا مع اوكزومي في مؤسسة الابحاث اللي كانت بتشتغل فيها اوتو،
وهناك لقى صورة ليها مع زمايلها اللي كانوا معاها في نفس الوقت، ومن ضمن الباحثين الموجودين هي زوجة الطبيب كايتو. صدم نودا وقرر انه يروح ليوي بسرعة علشان ياخدها من هناك لانه عارف انها في خطر، وراحت معه اكزومي وسائل العربية باقصى سرعة. لما وصل البيت لقى فاضي خالص، وافتكر لما كايتو قال له انهم هينتقلوا البيت جديد، فقال انه اتأخر واتجه لمكان البيت الجديد اللي كان قايل له كايتو على عنوانه. وهما في الطريق عرفت اكزومي من صديق ليها مراسل ان زوجة الطبيب كايتو طردت من مؤسسة الابحاث من 5 سنين، ونودا هو اللي كان سايق. طلب من اكزومي انها تفتح تليفونه وتبعت رسالة لكل فريق العمل وتقول لهم ان يوي في خطر وتدي لهم عنوان بيت كايتو. وصل هو والواحد ولقى كايتو واقع على الارض، فتعصب نودا وفضل يسأل سيا عن يوي. اول ما سمع صوتها طلع يجري عليها واخدها في حضنه قدام سيا وقال لها انها ميسا واللي ادت امر بقتل والد والدة يوي ونشرت كل الافكار الخطيرة. فضلت تعيط وكانت عايزة تقتل نفسها، بس هو منعها وقال لها لازم توقف وتواجه يوي وتقول لها ليه عملت كده. قالت لهم ان هي وتاو كانوا اصدقاء في الجامعه واشتغلوا مع بعض وكانوا دايما قريبين من بعض وكانهم عيله واحده. هما الاثنين ادوا كل اهتماماتهم لابحاث الجين، لكن من 5 سنين مع التخفيض الكبير في تمويل الابحاث على المستوى الوطني طردوا ناس كتيره من المؤسسه، وهي منهم. بعد سنين عرفت ان تاو حققت نجاح كبير في بحثها، حتى ما حكت لهاش عليه ولا جابت اسمها في اي كلام. ولما بصت على حياه تاو السعيده مع عيلتها وشغلها، وبصت لحياتها البائسه المتحطمه من كل الاتجاهات، وقتها الحقد والغيره اللي جوه قلبها بقى هما اللي بيحركوها. كتبت التعليقات السلبية عن البحث وعملت مدونة بدأت تنشر فيها الأفكار الانتقامية اللي عندها، ولقت ترحيب كبير من الناس واكتسبت مكانة اكتسبتهاش في أي مكان تاني. فرحت وعجبها الموضوع واختارت شكل الحمض النووي علشان يبقى رمز للمجموعة. بدأت تنشر فكرة إن الباحثين هم الأشرار الموجودين في المجتمع اللي عايزين يفسدوه، وبعدها على طول حصل انفجار في بيت تراشيما. عشان كده حذفت المدونة على طول وانتهت شخصية ميسا، وكانت عايشة بتأنيب الضمير وإحساسها بأنها سبب في موتهم. وفضلت تعتذر ليوي وتقول لها أنها ما كانتش توصل كل اللي حصل. عيطت يوي وقالت لها أن حتى لو فضلت تعتذر طول العمر ده مش هيرجع لها والدها ولا والدتها اللي نفسها تشوفهم جدا. ما قدرتش سيا طلب من أكزوم أنها تكتف سيا، وفي الثواني الفريق الطبي وصل، لكن ما كانش من ضمنهم طبيب. بس تيوي لنودا وطلبت منه يساعدها وما يسيبهاش تموت، وفضل يقول لها أنه مش هيقدر يعمل كده. قعدت اكزومي جنبه وقالت له انه لازم يعمل كده، وبقى الفريق كمان قالوا له انهم واثقين فيه ومتاكدين انه هيقدر ينقذها ومش هيتخلى عنها ابدا، ولان ما كانش فيه حل تاني فوافق وجهزوا اوضه العمليات. بدا يعمل لها العمليه وهو بيفتكر كل ذكرياته معاها. ما كانت شايفه قدامها والدها ووالدتها، لكن قالوا لها انها لازم تعيش الحياه اللي كان نفسهم يشوفوها عايشها. ودعت امه فاتت من العمليه وشكرت نودا وقالت له انه هيفضل طبيب طول العمر وانه دايما هيفضل جنبها وينقذها، وان دي مش اول مره ينقذها فيها، لكن انقذها يوم الانفجار وبفضله قدرت تعالج ناس كتيره. شكرت بقى كل الناس على مساعدتهم وقال لهم نودا انهم لازم يهربوا دلوقتي من الشرطه، فودعوا يويو ومشوا. شكروا كمان اكزومي اللي وقف جنبهم وساعدتهم كتير، واتفقوا انهم يتقابلوا تاني ويفضلوا على تواصل مع بعض. بعد 3 شهور كانت اكزومي طول الوقت بتفكر في نودا ومش عارفة ازاي تبعده عن تفكيرها. مسكت المفكرة بتاعتها وكتبت انها تكتب ده علشان تفكر نفسها بنتيجة الجهد والتعب اللي بذلته، وقالت ان عضو الاصابة السابق سويري والطبيب بينزو اتقبض عليهم واعترف بكل جرائمهم. اتكشف كمان قائمة عملاء محل الوشم، اتعرف انهم اعضاء ميجومي واتقبض عليهم كلهم، ومنهم المفوض باتشينو. الوحيدة اللي متسجنتش ومتحكمش عليها باي عقاب كانت سيا، لانها ما اشتركتش في اي جرائم. فضل كتاب جنبها ما تخلاش عنها، والتحقيق في قضية دكتور شوكولاتة فضل مستمر لكن ما وصلوش لأي حاجة. وأعضاء الفريق الطبي وأولهم زان اشتغل طبيب تخدير في المستشفى وبقى عايش مع عيلته. اشتغلت معاه في نفس المستشفى جيلبرت. أما ديجاو في عمل منظمة مع أخوه لمساعدة المشردين، واحترف سينسي التمثيل مع صديقه. كتبت مقالة عن سيا وأخدت عليها جوائز كتيرة وترقية، وكمان بدأت تفكر إن عمرها ما هتقابل نودا تاني. لكن فجأة لقيت رسالة منه بيقول لها انه عايش في غانا ومستنيها علشان تقف جنبه زي ما وعدته. ركبت اكزومي الطيارة وراحت له على طول، وعرفت انه هو ويوي فتحوا عيادة بيعالجوا فيها الناس، وعاشوا هما التلاتة في سعادة مع بعض. كده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل جديد بنعمله.